السلام عليكم، شلونكم؟ سافا؟ لاباس؟ غاية؟ توحشتوني ياك، وانا ثاني توحشتكم قاع. اليوم غادي نديروا رياكشن على نوميديا ما نعرفهاش بالصح، غادي نشوفها. ولا مرة شفتها، جامي شفتها، هنشوفها اول مرة. نشوفها انا ومحمد. شلونك محمد؟ الحمد لله. صالك زمان ما تبين. ما انا ما بينت معك. اي هو اني صار لك زمان ما تبين، يعني عليهم يعني اشتاقوا لك، اشتاقوا مول النظارات. اوكي نشوف الفيديو. يا الله نقول هالموت ما غاديش نخبي عشقك انت سلت على قلبي يا نديك انا يا يديك ربي. واو، يا نديك انا يا يديك ربي، ما في حل وسط، يا نديك انا يا يديك ربي. فهمت؟ بدك ترجمه بالفرنسي؟ شوف فلاش انت فاهمه اعدادات، ليش انت ما انت فاهمه؟ نتحدى القاهره. ايه ما نفهمش. ها ما نفهم. مو روح الاعدادات ترجم وشرح. هذا بس فرنسي. خلاص انا اشرح لك. يا نديك انا يا يديك ربي، يعني يا انا اخذك يا رب العالمين ياخذك، ما في حل وسط. فهمت؟ مشكله والله، هيك الحب الجزائري، هيك الحب الجزائري. لا قامت حاكيك اياها بكل براءه، يعني قامت حاكيك هي هيك، شوف البراءه وانت مبسوط معاها، وهي قامت تقول لك يا الي يا موت، ما في. الله العظيم شغله. نتحدى القانون، نتحدى القانون. تلقاني في كتافك مظلوم ولا ظالم، منمورك انت نهاية العالم، سعي قلبي معاك قولي كستسلم، ما نخدع ما نخون، انت يا الباسم الحاضر والمستقبل، يا ندي الشوق لو كنت خطيني نهبل، موني دول انت العشق الاول، نعشقك وما زال خير كبير، امور وحنانة افيك بليزير، نوفرهم لك انا ولا فاني، نعيش معك فرحانة. انت فهمان؟ كي راح ارجع لك تعيد العشق الاول، نعشقك وما زال لو كنت خطيني نهبل، يا ندي الشوق لو كنت خطيني نهبل، موني دول انت العشق الاول، نعشقك وما زال. لو كان تخطيني نهبل، يعني اذا ترحل تسيت تتركني تخليني تتركني انهبل بدونك. نعشقك وما زال، يعني انا احبك وراح اظل احبك. فهمت علي؟ هي كلمات عربيه. اوكي كمل. عربيه خير كبير، امور وحنانة افيك بليزير، نوفرهم لك انا ولا فاني، نعيش معك فرحانة، نقعد لك في دار مو بيبي توحشت الحنانة، توحشت الحنانة، ونعيش في الهنا. شو 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 عضة شفافة خطيرة. بيبي دامو ونعيش في الهنا. تخيل يا زلمة ثقة كل يوم بهجدان مكان. تعجبك هذا؟ وين المكان هذا؟ بالجزائر ولا بالمغرب؟ على الأغلب تونس يمكن، ما أنا متأكد. آه. بس أنا أكيد أكيد بشمال أفريقيا. أوكي. صوتها حلو. صوتها حنون دافي. فهمت علي؟
هادي كثير هادي. يعني الواحد ممكن يتسمع عليه لو كانت غرفة باردة، الواحد ممكن يتدفى بالأغنية. تحكي جد؟ إيه يعني عن جد، إذا أسمع جدان أغنية ممكن أتدفى حتى لو كانت. الله الحنان، الله الله، هلا أنت ناقصك حنان يا ول. أوكي. نحبك انت تبغيني بيبي انا تاني وبلا بيك ما نعيش بيبي دموت توحشتك توحشت لحنا والله ما عرف نشوف مثلي مثلك لهيك كتب نحبك نولي، يعني راح يطلع حراق. اوكي، وهي قام تبكي يعني انه راح يجي تهريب. إيه تهريب، فهمت علي؟ إيه هجرة غير شرعية. إيه وهيك هي عم تبكي. اوكي بس المكان حلو يعني، منطقة حلوة. ما اشوف ان الواحد يطلع من هالمكان. المناطق حلوة بس العيشة صعبة، فهمت علي؟ ايه عيشة فيها كثير صعبة، الحياة ما في عمل يعني. شوف هو يحبها بس كتب لها نحبك نولي، يعني انا احبها بس الحياة صعبة، هي انهبلت، هي قالت يعني انه اذا خليتني ما صعب. شوف ما تخلينيش شايف، كنت تروح تخرج الروح، فهمت علي؟ هي يعني في كثير، اتوقع هالقصة كثير 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 مكررة هيك، يعني يكون شخص وبنت وخاطبها حابها وما عاد يقدر، ضاقت في الحياة فطلع حراك وتركها. هو ما قصده يتركها بس الحياة جارت عليه، يعني هاي القصة كثير مكررة. القاع الاحباب اللي داتهم الموجة قريب ولا بعيد، والقاع الناس اللي حرقتهم الغربة، تقعدوا في قلوبنا وناركم عمرها لا تطفى، نحبكم. كل واحد توفى بالبحر الله يرحمه عن طريق التهريب بالهجرة لا شرعية الله يرحمه. انا جيت نفس الطريقة، جيت حراك بالاول، من بعد اديت الاوراق، اديت الاقامة الحمد لله، دينا الاوراق. محمد كيف ثاني جاء حراق في البحر، انت جيت وظليت باليونان مش قد سنة ونص مو؟ ايه سنة ونص، لا مو سنة واحدة، سنة وشوي، بعدين جينا بالطيارة لجوء على ألمانيا. هما يظلوا باليونان سنة ونص، سنة وشهرين يمكن حتى. فبعدها أبوي جابهم، بعد ما مش يعني صارت تعقيدات ويجون بالطيارة، قدروا الحمد لله نقدر نجيبهم بالطيارة. لكن أنا جيت الطريق كله من سوريا لاقي هنا حرقة بالصحة الواعرة، من الجزائر حتى إسبانيا ولا حتى فرنسا، هذه واعرة بزاف، ولا حتى إيطاليا باسكو البحر يعني 24 ساعة بدك تكون بالبحر، حتى في أي يومين ثلاث ممكن، فهمت علي، يظل بالبحر، وهاي خطيرة كثير. والعالم مع هيك قام تعمل هذا الشيء. الأغنية جميلة، صدمة آخرها كانت صدمة عن جد. أوكي والله، هاي نوميديا صح، نوميديا والله صوتها حنون، جميلة الأغنية. وكبداية أوكي، تعال نشوف
كم أغنية لها؟ أوكي أول شيء نكمل الأغنية. تعال نشوف كم أغنية لها. 111,000 لايك. واو. أوكي 113,000. بس. هالأغنية الأولى هاي. هالأغنية الأولى واثنين مليون مشاهدة بست أيام. يعني بداية قوية. ما شاء الله. بس أتوقعها مشهورة إنه ميديا قبل مشهورة. إيه أكيد. مشهورة أتوقعها مش يعني هيك فجأة أول ما تنزل أغنية مليونين مشاهدة بست أيام مشهورة الميديا. أوكي لا هون يكون خلص الفيديو. فيديو كان جدا جميل, بداية حلوة, بداية هيك ممتعة هيك يعني رومانسية. تحس نازلة شوي من الرومانسية جوا جوا على الحزن حزن حزن حزن. ايه ظل هيك رومانسي رومانسي بعدين بوم تخبطك بشي وجع القلب. اوكي نشوفكم فيديو جديد ويلا سلام.